ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان، هنتكلم النهارده على توقعات العاطفه خلال شهر يونيو لعام 2022. مبدئيا برج السرطان احنا عندنا الوضع العاطفي هيكون مختلف تماما، هيكون مليء بالتحذيرات، خاصه ان عندنا الشمس موجوده اول 20 يوم ببرج الجوزاء، كمان عطارد، كمان كوكب الزهره كوكب الحب موجود ببرج الثور اول 22 يوم، بعد كده هيكون موجود ببرج الجوزاء. يعني اذا هيكون عندنا، هنتكلم على النقاط المبدئيه عن الوضع العاطفي خلال شهر يونيو، وهكلمكم دلوقتي او بعد كده على التوقعات العاطفيه، علاقتك مع كل برج، لان الامر بيختلف نوعا ما، لانك بتاخد من طاقه الحبيب كمان. طيب الوضع العاطفي بالنسبه لكم انتوا يا برج السرطان، لازم تخلي بالك كويس قوي من العداءات اللي ممكن تاثر في الشأن العاطفي، بمعنى خلي بالكم كويس قوي من الغيره، خلي بالكم كويس قوي ان الالتقاط العدائيه، ان ممكن يكون في فلان ياثر او فلان يتكلم علينا كلام سلبي او كلام على الحبيب، فاحنا نتاثر، فاحنا نتضايق، فاحنا نغير. خلي بالكم كويس قوي، لان عندكم الغيره دي شديده شويه، يا هتغيروا من فلان على الشريك، يا هتغيروا على الحبيب، يا في غيره متواجده، في شكوك متواجده، وده هيأثر علينا جدا. كمان الحبيب لو بعض الابراج، يعني مثلا برج العقرب برج السرطان، برج العقرب والسرطان، برج القوس، برج الجوزاء، برج الثور، لازم نخلي بالنا كويس قوي قوي من علاقاتنا مع الابراج دي، لان هيكون في بعض الاختلافات والخلافات اللي هتكون موجوده، فلازم اكون واخد بالي كويس قوي. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه ان احنا لازم نخلي بالنا من الانتقاديه، او اخلي بالي من حته ان يبقى في شراكه ماليه ما بيني وما بين الحبيب، او ان انا ادخل عوامل ورقيه او عوامل قانونيه ما بيني وما بين الحبيب، وارجع بعد كده ازعل اقول احنا بنختلف ليه. تمام. طيب بالنسبه لي برج السرطان، الوضع العاطفي مليء بالتحذيرات، النص الاول في نقاط معينه، مليء بالتحذيرات النص الثاني في نقاط اخرى، نقاط ثانيه. اني اول النص الاول ان هيكون الحبيب شايفك بعيوب اكتر، شايف ان انت كمان عندك طاقه عدائيه اكتر، في بعض الاختلافات ما بينكم بشكل عنيف جدا، فده يعني في شكوك كمان موجوده، ده هياثر على ان الحبيب يتعامل معاك باسلوب انت لا ترضاه. النص الثاني بالنسبه لك هيكون انت عندك نوع من انواع الاكتئاب شويه او الزعل شويه، اللي هو ليه كده، هيبقى في بعض الامور الخاصه بطرف ثالث، وده هيضايقك برضو بعض الامور يعني، او شويتين، لازم تكون عندك حذر شديد. على فكره مش بقول لك الكلام ده معناه ان انا بدي لك طاقه سلبيه، انا كل اللي انا بعمله ان انا بدي لك القراءه الفلكيه بتاعه الوضع الفلكي اللي يخصكم في الشأن العاطفي، لكن اللي عليا ان انا اقول لك النصيحه اللي تتعامل معاها او تتعامل مع هذا الامر بيها، وده اللي انا بقوله دلوقتي في توقعاتك العاطفيه مع كل برج. برج السرطان وبرج الحمل، طب علاقتنا عامله ازاي؟ لازم نكون واخدين بالنا كويس قوي من التسرع في العلاقات العاطفيه، يعني مش فكره اني انا ابقى متسرع بان انا اقول اه على علاقه او ان انا انهي العلاقه، لا، لازم اكون عندي حرص شديد جدا. خلي بالكم كتير كمان من علاقات الطرف الثالث. اما بالنسبه لي برج الثور وبرج السرطان، لازم ان احنا نكون واخدين بالنا كويس قوي ان برج الثور ليه دور هام جدا في العلاقه دي، بمعنى ان برج الثور هيبقى، لان انت برج السرطان هيبقى عندك بعض الضغوط، بعض المشاكل، هيبقى عندك تاثيرات مش الطف حاجه، فده هياثر عليك بيه ان انت هتحس بيه ضغط، هتحس ان انت مقفول شويه. الثور هنا هو اللي عليه الشغل العالي بقى، اللي هو ان هو يحتميك او يحتويك، ان هو يبقى ما ياثرش، ما يخلكش انك تتاثر بشكل سلبي، لا، يحاول ان هو يعدي لك، يفوت لك، يحاول ان هو يبقى يطبطب عليك، يقول لك كلام حلو. فيا برج الثور لو انت بتسمعني دلوقتي ومرتبط ببرج السرطان، حاول كتير ان انت تقرب منه، لان انت ال 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 الدفع في ايدك انت، يعني تحسن العلاقه معاك انت، انت اللي هتبتديه. السرطان والجوزاء هيبقى فيه بعض الاختلافات، لازم نكون واخدين بالنا، الاختلافات ليها علاقه بشك فظيع، شك من الدرجه الاولى، هيبقى فيه غيره رهيبه، هيبقى فيه كتير من اللي هو تفتيش وقلق وحيره من العلاقه دي، خاصه ان الجوزاء معاك هيبقى غير مريح بالمره، مش غير مريح عشان هو بيقوم مثلا باعمال مريبه، لا خالص على فكره، بس هيبقى غير مريح لان هو بطبعه هتلاقيه اللي هو مره يقوم مره يقعد مره مش عارفه ايه مره ايه، فهيحسسك ان وراه حاجه. يعني ما برج السرطان انتوا بتشكوا بسرعه جدا، بس الجوزاء هيبقى عنده فكره ان هو ساب الموبايل راح يجيبه، عمل مش عارفه ايه، عمل ايه، فهتحس هو بيعمل كده ليه، فهتحس ان في حاجه غريبه فيه، ولا في حاجه ولا اي حاجه خالص، الدنيا عادي خالص، هو يبقى عنده القلق ده يعني موجود. المهم
برج السرطان وبرج السرطان هيكون عندنا بس واخدين بالنا من الوضع العاطفي خلال النص التاني، لان اي مشكله بيقوم بيها اي طرف من الطرفين هيبقى باين قوي قوي قوي، وهتبقى الخلاف واضح كتير، فلازم نكون واخدين بالنا كويس قوي ان احنا ما نعملش خلافات قدام بعضنا او ما نقومش باي طرف تالت او خلافات عائليه عاطفيه. نخلي بالنا كويس قوي من كلامنا لان الكلمه هتبقى واضحه، الامر السلبي هيبقى واضح قد كده، فلازم نكون واخدين بالنا. طيب النقطه اللي بعد كده، برج السرطان وبرج الاسد، هيبقى عندنا بس الحذر من علاقات الطرف التالت، لازم نكون حذرين جدا من العلاقات الماضي انها ترجع مره تانية، نكون واخدين بالنا من ان يبقى فيه بالفعل اكيد طرف تالت. خلي بالكم كتير من الامور العدائيه، لان الاسد هيبقى عنده اسهل حاجه ممكن يتخذها نبعد. خلي بالكم كتير، الاسد لا هيتعصب ولا هيتنرفز، انت لا تتعصب وتتنرفز، المشكله كلها عندك انت برج السرطان، فلازم تكون اهدى مما يكون. اما بالنسبه لي برج العذراء وبرج السرطان، العلاقه العاطفيه اول 22 يوم هتبقى احلى كتير، برغم الشمس هتدي لك طاقه عدائيه، بس هيكون الوضع احلى كتير من بعد يوم 22. طيب بالنسبه ليك يا برج السرطان، حتى كمان انت عندك ايام هتبقى حلوه قوي هتعيشها، يعني مش كل الايام ضرب ضرب، لا يعني في كده حبه اللي تشوف وقت لطيف، يعني عندك يوم واحد ويوم اثنين دول حلوين قوي على فكره. طيب المهم، دخلت الشهر هتحس اللي هو ايه ده اللذاذه دي، وايه الحلاوه دي، وايه الجمال ده، والدنيا السالكه اللذيذه الرايقه، فهيبقى عندك ده جدا. بعدين هتلاقي الدنيا بتلطش شويه، بعدين تلاقي يعني على حسب كمان تاثير موضع القمر بيلطف الاجواء ليك. طيب بالنسبه لبرج السرطان، لبرج الميزان وبرج السرطان، الميزان والسرطان هتخلي بالك من النص الثاني اكتر، هتخلي بالك من فكره ان انت يعني تدخل في اطارات، في خلافات، في مشاكل، في ضغط، لازم تكون عندك حرص شويه في ان انت تبعد عن الخلافات، ما تتسرعش بقرارات قصاد برج الميزان جدا جدا يا برج السرطان. حاول كتير يا برج السرطان انك انت تدعم الميزان وتحب الميزان وتبعد عن الغيره والشكوك. اما بالنسبه لي برج العقرب وبرج السرطان، هيبقى عندك في مساعي للرجوع، هيبقى فيه كتير من رجوع وبعدين ممكن نبعد شويه وبعدين نرجع تاني وبعدين نبعد شويه وبعدين نرجع تاني، فيبقى فيه كده يعني الاجواء بالنسبه لنا ماشيه بالشكل ده، وده هيزود عندك قلق اكتر، هيزود عندك حيره، وهيبقى بالنسبه لك امور مش لطيفه، تحس اللي هو ان انت متضايق من رده الفعل، هتبقى متضايق من ان انت هتحس ان العقرب اللي هو مش باقي عليك، مع ان انت سبته ومشيت سبته ومشيت سبته ومشيت، لكن هتحس ان العقرب مش باقي عليك، هو مش باقي فعلا عشان خاطر حس ان هو حاجه مهانه معاك، ان انت مش عارف قرارك، مش عارف ردة فعلك، خاصة لو العقرب بالنسبة لك يا علاقة طرف ثالث يا علاقة بعد علاقة قديمة بالنسبة لك انتهت. اما بالنسبه لي برج السرطان وبرج القوس، السرطان والقوس لازم نكون حذرين من الخلافات والاختلافات، لازم نكون واخدين بالنا كويس قوي قوي من الانتقاديه. خلي بالك برج القوس هيبقى بينتقد السرطان، والسرطان مش هيسمع ليه، السرطان عنده غيره رهيبه جدا وشكوك في برج القوس، وده هيبقى بيأثر جدا جدا، المريخ تأثيره على السرطان مش احلى حاجه، الامور اللي فيها شراكه مهنيه ما بين السرطان والقوس مش لازم ابدا انها تبقى موجوده. كمان الامور اللي ليها علاقه بيه ان انا اتكلم في حاجه ليها علاقه بالنقاشات تخص اتفاقات برضو مش مطلوبه، مش وقتها، المطلوب بس المشاعر هي اللي تكون متواجده ما بينكم انتوا الاثنين. هيكون السرطان عنده شك وغيره شويه في برج القوس، وهيكون بيعلن عن شكوكه وغيرته، وده هيأثر كتير في ان القوس هيبقى شخص عصبي، لانه مش هيبقى حابب كتير ان حد يجادله في سمعته. اما بالنسبه لبرج السرطان وبرج الجدي، هيكون عندنا اكتر حاجه متواجده هي علاقات صداقه تتحول لشان عاطفي، هيبقى كتير عندنا بدايات عاطفيه، بدايات حب، هيكون بالنسبه للناس المرتبطين تصليح في العلاقات، حب اكثر، مشاعر اكتر، فهيكون عندنا الاجواء دي لطيفه جدا. اما بالنسبه لبرج الدلو وبرج السرطان، الدلو والسرطان هيكون في تحسن من الدلو. الدلو هيبقى عايز استقرار، هيبقى عايز يبقى في حاله من الهدوء، يعني عايز اجواء تبقى فيها هدوء عاطفي اكتر، فاذا هيكون في تحسن اي في مساعي للاستقرار. اما بالنسبه لبرج السرطان وبرج الحوت، هيكون عندنا علاقه مش مفهومه احسن حاجه، يعني هيبقى في بعض الشكوك شويه في ان احنا مره حابين بعض جدا جدا ومره تانية مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. هيبقى عندنا شويه عايزين، هيبقى الحوت عايز يستقر معاك جدا، وشويه تاني هتبقى انت بتخليه ان هو يرفض الاستقرار ده او يفكر فيه ان هو ينهي العلاقه، فالموضوع هيبقى ماشي مضطرب. انه يكون الموضوع ماشي مضطرب او ماشي بعدم فهم او للطرفين،
فده يخلينا ان احنا نقول لازم نصبر على بعض، ما تدوش اي قرار بنهايه علاقه او ان احنا نبعد الا لما يكون شهر يوليو يجي. كان بيها دي نقطه كتير مهمه. ده بالنسبه لبرج السرطان والوضع العاطفي خلال شهر يونيو لعام 2022. بتمنى كتير اني اكون في التوكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.